سنة 2014 غيرت أوكرانيا بشكل جذري، وأظهرت العمليات العسكرية في شرق البلاد شجاعة الشعب الأوكراني. الأبطال في كل يوم يخطون بدمائهم سطوراً في تاريخ أوكرانيا كي يحموا السلام ويصونوا استقلال البلاد. قصة بعافي وإعادة تشكيل القوات المسلحة الأوكرانية وإنجازاتها في هذا البرنامج أرض المعركة. أذكياء أوفياء أقوياء يتمتعون بقدرة هائلة على التحمل ويتقبلون التدريبات بكل سهولة. لا يمكن استبدال حاسة الشم خاصتهم لا بالروبوتات ولا بكواشف الروائح. إنهم جنود حرس الحدود ذوي الأرجل الأربعة. عن كيفية خلق الانسجام بين حارس الحدود والكلب البوليسي في حلقة اليوم. يحتاج حرس الحدود أكثر من غيره للكلاب البوليسية، حيث لا يمكنهم الاستغناء عن حاسة شمها أثناء الكشف عن المهربين أو المهاجرين غير الشرعيين، وفي البحث عن المخدرات أو الأسلحة أو المتفجرات. على مدى السنوات الطويلة ورغم التقدم التقني، كانت الكلاب وستبقى مساعداً موثوقاً به لحرس الحدود. اكتسبت الأنشطة غير المشروعة في الظروف الحديثة أشكالاً خطيرة جداً، حيث تجهز المخابئ في العربات باستخدام الأجهزة التقنية المنتجة في المصانع. لذا يكاد يكون من المستحيل العثور على السلع المهربة من دون مساعدة الكلاب. كما وتستخدم في المتفجرات الحديثة الغلافات البلاستيكية أو الخشبية أو حتى تخاط من القماش، ما يجعل أي كاشف للمعادن عاجزاً عن العثور عليها. فقط الكلب المدرب يمكنه كشفها. هناك مجموعتان من الكلاب البوليسية التي تشارك في الخدمة على الحدود، وهي الكلاب الخاصة وكلاب البحث. كلاب البحث توقف الأشخاص، أما الكلاب الخاصة تبحث عن المخدرات والأسلحة والمتفجرات. الكلب البوليسي وفي جدا، وقدراته الطبيعية أكبر بكثير من قدرات الإنسان. حاسة شم الكلب أقوى بعشرة آلاف مرة من حاسة شم الإنسان. لذا تستخدم الكلاب منذ زمن طويل لحماية حدود الدولة وللخدمة في قوى حفظ الأمن. بفضل حاسة سمعه الاستثنائية، يمكن لأصدقائنا الدبين على أربعة سماع المخل بحدود الدولة من مسافة أبعد بكثير من إمكانية سمع الإنسان. الكلب الذي يتتبع أثر المخل يمكنه أن يمسك برائحته ولو بعد بضع ساعات ويحرم اعتقاله. لا يمكن ملاحظة المهاجرين غير الشرعيين وعلامات الأنشطة غير القانونية الأخرى في الغابات وفي الجبال، خاصة في الليل. وأثبتت الكلاب البوليسية على مدى تاريخ استخدامها قدرتها على تلبية المهام والتفاني في الخدمة. يؤكد المدربون أن بعض سلالات الكلاب تستجيب بشكل جيد للتدريب وتنجب المساعدين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في خدمة حرس الحدود. يعمل الإنسان والكلب كوحدة متكاملة مكملاً كل منهما الآخر. لا يستطيع أي شخص أن يصبح مدرباً للكلاب. يجب أولاً أن تحبها، أن تحب الكلب وتحترمه، وأن تفهم كل عاداته واحتياجاته، وأن تكون مستعداً لمساعدته. الكلب ليس أداة تلبي ما تطلبه، إنه جزء مني، هو صديقي الوفي، وبدونه لم أعد أستطيع العيش. يساعدني على أداء واجبي المهني ويبين لنا كم نحن بارعون في دأبية عملنا. يجري الإعداد الأولي للكلاب في مركز التدريب الكلاب التابع لحرس حدود دولة أوكرانيا. يعد مركز التدريب الفئات المختلفة من مدربي الكلاب والكلاب البوليسية، وبالتحديد التدريب الأساس للشباب المدنيين وللأفراد العسكريين. كما ويوجد دورات ترويض للكلاب الفتية ودورات لرفع كفاءة المدربين مع الكلاب البوليسية. كورس دريسيروانيا молодих собак та курси підвищення кваліфікації кінологів службовими собаками. يحدث المخالفون كل عام أساليبهم ويبتكرون حيلاً جديدة لإخفاء البضائع المهربة. لهذا السبب وضعت برامج تدريبية جديدة لمروضي الكلاب ولأصدقائهم الدابين على أربعة. يواكب تطور الترويض التقدم التقني، وتستخدم الأجهزة التقنية للتدريب وللبحث عن المواد المخدرة، وتستخدم المقلدات الحديثة لهذه المواد. Значит, використовуються сучасні імітатори цих речовин.
يعتمد أداء الكلب على سلالته وحجمه، لكل كلب تخصصه. تختص كلاب اسبانيول في تفتيش السيارات، وكلاب الراعي الألماني لتفتيش الشاحنات، وتؤدي غالباً الخدمة على الحدود كلاب السلالات الكبيرة، وتكون عادة من فصيلة كلاب الرعاة الألمانية أو الأوروبية الشرقية. يوفر حجم الكلب تأثيراً نفسياً إضافياً على المخلين، فالكلب الكبير لا يزرع الرعب فقط في قلب المخالف، بل ويسهل عليه توقيف الشخص. порода має вирішальне значення. تلعب السلالة بالطبع دورا كبيرا، لان السلالات الصغيرة والمتوسطة لا تصلح لتوقيف المخالفين، حيث ان احجامها لا تسمح لهم بذلك. وتستخدم السلالات الكبيرة في عمليات التتبع والبحث، مثل كلاب الرعاة البلجيكية او الألمانية. لماذا هي تحديدا؟ لانها الافضل، تخضع بسهولة للترويض، وتتمتع بنفسية متفائلة، أي أنها متزنة وهادئة، ولكنها في نفس الوقت نشيطة وذات تنقلية عالية، يمكنها أداء العديد من المهام دون أن تنهك. гарно виражено психологію сангвініка, тобто врівноважені, спокійні, але в свою чергу ж вони є активними рухомими. Тобто можуть виконувати багато завдань, при цьому не втомлюючись. ارتبطت صورة الكلب البوليسي بكلب الراعي الألماني، وهي من السلالات الثلاث الأكثر ذكاء في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة لدى قوات الأمن المختلفة ولدى حرس الحدود خصوصا. كلب الراعي الألماني هو كلب متعدد المهام، ويستخدم في أعمال البحث عن المخدرات والمواد المتفجرة، وكذلك في الكشف عن الألغام. تنفذ الكلاب البوليسية على الحدود مهاماً خطيرة تحمل مسؤولية كبيرة، لذا المتطلبات من هذه الحيوانات عالية. تمتاز هذه الكلاب عامة بجرأتها وبقدرة تحملها ونشاطها. يعمل المدرب مع الكلب منذ صغره وفقاً لنهجه المتفرد الخاص. إذا نجحنا في تدريب الكلب بمهارة، هذا دليل على أننا قادرون على إعداد كلب آخر بنفس المستوى. دينا هي كلبة خاصة للبحث عن التبغ، وهي بشكل عام فطنة جدا وتؤدي ما تعلمته سواء في الحماية أو في التدريب الخاص. تعثر بسهولة على التبغ بين الأمتعة في السيارات وفي عربات القطار وعلى أجسام الأشخاص أيضا وفي ملابسهم. تستطيع بسهولة توقيف المخالفين. الشيء الأكثر صعوبة هو اختيار الطريقة الملائمة لجروك، فباختيار الطريقة الأجود يمكن إعداد الجرو في وقت قصير. هاتها. Складніше це зрозуміти, який підхід до свого улюбленця має бути. Тому обравши найкращий для кожного із них, можна в найменший час найякісніше підготовити свого улюбленця. يعمل الرقيب القائد ليفيتينسكي مع كلبته البوليسية لارا منذ العام 2012، وهي بالنسبة له أكثر من صديق حقيقي. لارا سبيشاليزاسيا بوشوك ناركوتيشنيك روتشوين. لارا متخصصة في البحث عن المواد المخدرة ومنتجات التبغ. هي مصدر إلهامي، فأنا أحب الكلاب. أردت أن أجمع بين عملي وهوايتي. الكلاب مميزة جدا في حبها لصاحبها وفي فهمه. نحن كتلة واحدة، الكلب يشعر بي وأنا أشعر به. Собаки особливі тим, що вони дуже люблять свого господаря і розуміють його. Це як одне ціле, тобто собака відчуває людину і ви відчуваєте собаку. بالمناسبة، غالباً ما تكون الكلاب البوليسية في الأصل جراء في بيوت أفراد حرس الحدود، وبالتالي الانسجام بين الكلب والجندي يكون أعلى بكثير. لكل كلب طريقة خاصة، الكلاب أيضاً تتطلب أسلوباً فريداً كما البشر، يجب ملاحظة خاصية الكلب ووفقاً لذلك التعاطي معه. يعيش الكلب البوليسي على الحدود وفقاً لبرنامج زمني صارم، مواعيد تناول الطعام وكيفية دخوله الخدمة وبالطبع الأنشطة اليومية، لكي لا يفقد الكلب مهاراته المهنية. البحث عن المواد الخطيرة هي بمثابة دمية للكلب. يستخدم المدربون أثناء التدريبات ما يسمى بالقصاصات، وهي بديل للمخدرات في غلاف خاص. من الصعب جدا على حرس الحدود تأدية مهامهم بمساعدة الكلاب على حدود أوكرانيا الشرقية، حيث يسمع دوي القصف والانفجارات، ما يشكل اختبارا كبيرا جدا للكلب البوليسي.
لذا عليه التغلب على جميع تلك العقبات والعدوى لمسافات طويلة وإطاعة سيده فقط. منذ نشوء الوضع الجديد على الجزء الشرقي من حدودنا، أعد مركزنا التدريبي أكثر من 3000 جندي وأكثر من 90 كلباً بوليسياً لتلبية احتياجات الحدود الشرقية في منطقة أتو. تم في مركز تدريب الكلاب تنسيق 10 وحدات قتالية أرسلت لتنفيذ المهام القتالية هناك. كما وأضيفت مواد جديدة إلى المنهاج التعليمي تهدف إلى إعداد حرس الحدود للعمل في مناطق الخطر العالي أو في مناطق العمليات العسكرية. أدخلت برامج جديدة تخص كلاب الكشف عن الألغام لتلبية احتياجات منطقة أتو لإزالة الألغام من الأراضي والمناطق المأهولة ولتأدية الخدمة على نقاط التفتيش. أنشئ على أساس مركز التدريب ما يسمى بقيادة التدخل السريع، ومن مهماتها الرئيسة ضمان إنجاز المهام على الحدود الشرقية. Створені підрозділи, так звана бойова комендатура швидкого реагування. Основні завдання даного підрозділу є також забезпечення виконання завдань, основні завдання на ділянці східного кордону. الخدمة صعبة أيضاً على أجزاء الحدود الأخرى الغربية منها تحديداً بسبب وجود عدد كبير من المهربين. عند العثور على الأثر بعد تخفي المجرم، يأتي المدرب وكلبه البوليسي المتخصص للمساعدة في البحث، فيأخذ فوراً الأثر ويتتبعه. تتطلب الخدمة على الحدود قدرة خاصة على التحمل ومعرفة مهنية والتحفيز الدائم لمهارة البحث عند الكلاب البوليسية. هنا في مركز تدريب الكلاب لحرس الحدود في أوكرانيا، يدربون مدربي الكلاب المحترفين الحقيقيين. حصلت مؤخراً على هذا الكلب، ولقد درب على مهمات البحث. انتهت الدورة التدريبية والكلب يعمل بشكل طبيعي، يعثر على الشخص المختبئ، يتتبع أثره، نستخدمه لإلقاء القبض على المخالفين وهو يحمي الموقع ويبحث عن فوارغ الرصاصات في المنطقة المحيطة. التنفيذ الدقيق للأوامر والسرعة وخفة الحركة، وها هو صديقنا يلقي القبض على مهرب. إنه حيوان، وهذا عامل إضافي من عوامل التأثير النفسي على الجنى. تتدرب كلاب الحدود على القيام بالأفعال بأوامر من قائدها فقط، لذا فهي لا تشكل خطراً على الآخرين. ويعتمد هذا في الكثير على عمل المدرب مع الكلب البوليسي، وقد تكون سلالة الكلب البوليسي هي العامل الأهم، وتمارس مثل هذا العمل الهام جداً في مركز التدريب وحدة كاملة، وتحديداً قسم استنسال الكلاب البوليسية. المهمة الرئيسة لهذا القسم استنسال الكلاب عالية الجودة لاحتياجات حرس الحدود. السلالة الرئيسة في قسمنا هي كلاب الراعي الألماني، وتشكل ما يقرب من 70% من الجراء المولودة عندنا. نستنسل السلالات الأخرى كسلالة الكلب الراعي البلجيكي وكلب اللابرادور وكلب السبانيل وكلب الأوكار. نستنسل اللابرادور أساساً للبحث عن المتفجرات والألغام، وسلالات الصيد ككلاب السبانيل وكلاب الأوكار للبحث عن المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة. فوكستيريير سبانيلي يُستخدم використовується для пошуку наркотичних речовин, вибухових речовин, також по пошуку зброї. تخضع الجراء المولودة في المزرعة لاختبار خاص في مراحل معينة من النمو. يختبرون قدرة جهازها العصبي في عمر الشهرين، وهذا مرتبط بتخصصهم اللاحق الذي يحدده المدرب لاحقاً. تخصص الجراء السريعة والحيوية لعمليات البحث وإلقاء القبض على الأشخاص، أما الجراء الهادئة فتدرب للبحث عن الألغام والمخدرات والمتفجرات. تجري التدريبات الأولى تحت إشراف الأم الصارم، حيث تكرر الجراء الصغيرة التمارين عليها. تبدأ التدريبات الأولية بتقليد سلوك الأم. تقاد الكلبة وجروها إلى عائق صغير، تتخطى الأم العائق أولاً وبعدها الجرو مقلداً لها، كما ونستخدم اللعب بالأشياء والدمى والكرات التي يجب جلبها. تشجع الأم جراءها وتحفزهم على اللعب. ماما
يجب أن يكون الجرو صحيحاً اجتماعياً ومتعوداً على مهارات الطاعة الأساسية عند بلوغه 8 أشهر من العمر. لذا تستمر تدريبات الجراء في المزرعة حتى تسليمها إلى قسم المفتشين مدربي الكلاب. مركز تدريب الكلاب هو مؤسسة فريدة. تعد هنا الكلاب البوليسية ليس فقط للخدمة على الحدود، بل ولجميع وحدات حفظ الأمن في أوكرانيا. الخدمة الحديثة صعبة جدا من دون الكلاب البوليسية، على الرغم من تقدم التقنيات، فهي تقدم مساعدة كبيرة لخدمة حرس الحدود. أجمل ما في العمل عندما يعطي الكلب النتيجة ويراها المدرب بعد أن سعى للحصول عليها طيلة فترة التدريب. عندما يجد الكلب الممنوعات ويفوز في المباراة ضد المخلين بالقانون، فربما هي أسعد اللحظات عند المدرب. يحمي أبطال برنامجنا الدولة الأوكرانية وسيادتها ووحدة أراضيها. الجيش الأوكراني يفعل كل ما بوسعه كي لا يضطر المدنيون لحمل السلاح ولكي لا تتحول أوكرانيا كلها إلى ساحة حرب. نتمنى لكم السلام وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.